العاملين تحديدا، لان اعتقد ان حاجه مهمه مسمى لجنه العاملين. تمام. اول حاجه هتطرق معاك على الاشتراكات وماذا يحدث في النادي الاهلي حاليا، لان في خليه نحل تمام. متواصله على طول في الكلام ده. احنا فاتحين باب الاشتراك زي ما بقول لحضرتك في الشيخ زايد والعضويه الكامله وعضويه القاهره الجديده. تمام. اولا لو حضرتك تبص على ليه النادي الاهلي، طبعا الحمد لله بخلاف اسم النادي الاهلي يعني براند يطغى على اي براند يعني، وفي نفس الوقت عندك الناحيه الخدميه والاجتماعيه والانشطه الرياضيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. تمام. والمساحات نفسها يعني انت عندك فرع اللي هو الجزيره مقر نادي 17 فدان. تمام. الشيخ زايد 127 فدان. تمام. مدينه نصر 51 فدان. الفرع الجديد في القاهره الجديده حوالي 50 فدان. فكم المساحات الحمد لله اللي بيتلوها نواحي خدميه وانشائيه ورياضيه تبقى موجوده جوه النادي طليق ان شاء الله بالمساحات دي. وما زلت انا رايي ان يعني عضويه النادي الاهلي حتى الان حتى بعد الزياده اللي هتبقى من اول فبراير مقارنه بامكانيات النادي الاهلي والنواحي اللي موجوده والفروع اللي بيستمتع بيها والناحيه الخدميه وكيان اداري مستقل الحمد لله بسيستم قوي، كل واحد في النادي الاهلي عارف هو مسؤولياته ايه، جوب ديسكريبشن واضح بيعمله يعني بينفذه. فأسعار برضو مش يعني مش الحمد لله في متناول ان هي العضو اللي بيرغب في طلب العضويه في النادي الاهلي. تمام. حاليا الجزيره العضويه العامله للنادي كله بمقره الرئيسي بكل فروعه 350,000. تمام. 350,000 ده كاش، ولو قسط العضو بيدفع نص القيمه 175,000 والباقي على 4 سنين بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. العضويه يعني فيها تسهيل جامد جدا. 150,000 والباقي على 4 سنوات. بيدفع 175,000 اللي هو نص القيمه والباقي على 4 سنوات بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. المصاريف الاداريه لما تحسبها حضرتك هتلاقيها برضو معدلها يعني اقل من فايده البنك نفسها. تمام. يعني. في نفس الوقت في عندنا عضويه الشيخ زايد 125,000 ومن 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. يعني اللي عايز يشترك لغايه 31 يناير ان شاء الله قدامه الفرصه اللي هو يشترك بالسعر الحالي اللي موجود 125,000. 1/2/2019 او 1 فبراير بالظبط كده لغايه 1 من 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. وممكن بيدفع لو عايز يقسط بيدفع النص برضه كاش والنص الثاني بيدفعه على 4 سنين بخلاف المصاريف الإدارية. عضوة النادي كلها 350,000. النادي بفروعه كلها 350,000. هتبقى من أول فبراير إن شاء الله برضو دي فرصة لغاية آخر يناير. عضوة النادي يا أستاذ اللي هي اللي يدخل كل الفروع. كل الفروع. 350 كل الفروع ولها حق حضور الجماعة ومية وكل حاجة. 350,000 جنيه عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين والراغبين في الاشتراك النادي الأهلي، فعضوية النادي الأهلي بيدفع منها لو عايز يدفعهم 350,000 كاش أو 175,000 والباقي على 4 سنوات بجانب المصاريف الإدارية. بالظبط. اللي هي بتكون أقل من أقل من فوائد ال أوكي. التاني فرع الشيخ زايد تاني برضو اكيد عايزين نعيده للساده المشاهدين. فرع لو هيدفعوا كاش بيدفع 125,000. 125,000 من 1 فبراير هتبقى 175,000. هتبقى 175,000 ولو هيقسط بيدفع نص القيمه والنص التاني بيقسطه على 4 سنين بخلاف المصاريف الاداريه. تمام. لكن التوتال كله 350,000 لو عايز يدخل الاربع فروع بالظبط كده. تمام. وما يستجد ان شاء الله من فروع النادي الاهلي. تمام ان شاء الله. في ميزه موجوده في اللائحه عندنا كانت اللي هي 3 سنين ان انت ممكن تعمل ابجريدنج لعضوتك، يعني لو حضرتك عضو في النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد من يوم اشتراكك لمده 3 سنين لك الحق ان انت تعمل العضويه تعمل العضويه لتكمل بقى تستكمل وتعمل العضويه الكامله لكل فروع النادي الاهلي. في اللائحه في اللي هي اللائحه الاخيره اللي وضعت في النادي الاهلي كنا مرة في الشيخ زايد والأعضاء طلبوا وقدموا للكابتن محمود خطيب مقترح إن يبقى في تيسير أكتر من كده في القصة دي. فساعتها فعلا تم تلبية الرغبة وبقت 4 سنين ودي تم الموافقة عليها في اللائحة. فده أوبشن موجود جميل جدا إن حتى اللي بيشترك النهاردة في فرع من فروع النادي الأهلي يعني النهاردة اللي هيشترك في القاهرة الجديدة ب 200,000
لغايه 31 يناير قدامه ان هو يستمتع بالميزه اللي هو عايز يكمل خلال 4 سنين الاشتراك لغايه 350,000 ويبقى مشترك في الفروع في كل افرع النادي وما يطرق عليها من فروع. بالظبط. لو اشترك من 1 فبراير هيبقى قدامه الاربع سنين بال 500,000 بقى. ان هو يعلي بس بال 500,000 يعلي عضويته تبقى كل افرع النادي بس بال 500,000. تاني يا استاذ طارق بعد اذنك. عضو النادي الاهلي اللي بيشترك في اي فرع من فروعه اللي هم الفروع اللي هم ايه اللي هو فرع الشيخ زايد وفرع القاهره الجديده. لا مدينه نصر بيعامل معامله الجزيره. بيعامل معامله الجزيره. الشيخ زايد مفيش اشتراك فرع مدينه نصر القاهره الجديده. تمام. الشيخ زايد والقاهره الجديده لغايه نهايه شهر يناير اللي بيشترك في اي فرع من الفروع دي بيستمتع بميزه ان هو يحق له خلال 4 سنين من تاريخ اشتراكه يقدر يعمل يستكمل ويعمل عضويه كامله لكل افرع النادي الاهلي. تمام. بالسعر اللي هو 350,000 لغايه نهايه يناير الحالي. جميل. جميل. قدامه 4 سنين عشان يعمل ابجريدنج تاني ب 350,000. تمام. ده الشيخ زايد وده القاهره الجديده نفس الحكايه. تمام. القاهره الجديده او 200,000 هيستمتع بال 350,000 لغايه نهايه. تمام. يناير اللي هو اشترك بالكلام ده خلال الاربع سنين القادمه. خلاص دي وصلت ووضحناها مرتين لحضراتكم. تمام. بعد 1/2 هيدفع ال 500,000. بعد 1/2 لو هو عايز يعمل لا بعد 1/2 هقول لحضرتك من 1/2 اللي هو اشترك في اي فرع من فروع النادي الاهلي اللي هم القاهره الجديده والشيخ زايد يحق له غير خلال 4 سنوات من 1/2 ان هو يعلي عضويته ويخليها في كل افرع النادي بكام بقى؟ الجديدة. يستكمل ال 500,000 بالقيمه الجديده. يستكمل ال هو يعني استكمال 150,000 يعني هو بالظبط كده. يستكمل ال 500,000 يعني اللي عايز دلوقتي يلحق. فالحمد لله يعني دي من ضمن برضه مزايا النادي الاهلي. الحمد لله في لائحه اتعمل فيها شغل غير طبيعي تليق بالنادي الاهلي، فيها شفافيه، فيها حمايه حقوق اعضائه، يعني